كريم الغربي، مرحبا بك في بلاتينا راديو اف ام. يظهر لي سكسي اليوم لليزيفان ليفانمون. والله الحمد لله، نحب نشكر العباد اللي نجحوا الخدمة اليوم، خاطر فما مش كان يعني انا الظاهر سكسي، انا ما فما جنود خفيه سيكوريتي، عباد خدمة معناها باش تأمن معناها دخول نتاع قرابة 2000 متفرج. يقول لك اليوم من بعد سبيكتاكل نتاع صابر الرباعي، سبيكتاكل في العبدالي، انت طيحت عليهم اليوم ركور. الحمد لله، والله الحمد لله، هذا تفضل لغايه المدين. الحمد لله صار روتار صغير معناه خارج على النطاق والكل، والحمد لله الجمهور شيخ وتفرهد وضحكوا. هذاك اش نحبوا، احنا عباد تقص تسكرها وتدفع فلوس معناه 20 و25 الف تقعد عند العباد ماهيش شويه معناها، فهمت؟ اما كي تجي تتفرج على الاقل يدفع فلوس يجي يتفرج ويضحك ويعمل جو. نشكر الستاف اللي يخدموا معانا، الكل برودكسيون، المخرجين اللي معانا اللي عاونوني، الاولاد في النص بلال المساوي، الناس الكل الحمد لله يا ربي معناها بالحق شيخه من وراء العقل. نفس الشعور كان في صفاقس، معروف كانت ناجحه الكل، في صفاقس، في سوسه، في القروين، في المستير، في الحمامات، الحمد لله في سوسه زيادة كيف كيف. العرض القادم، حتى العروض الجاية عندنا في صفاقس 1 ابريل كومبلي من توا، ذي الحمد لله يا ربي. والباهي فيش انه عباد قصت تسكرها وجات تفرجت وعادوا جات قصوا باش يجيو يتفرجوا مرة أخرى في صفاقس في سوسة والكل، الحمد لله يا ربي. كما قلت جست العباد طبعا. سؤال صغير كريم، منعته اليوم تصوير الفيديو حتى احنا كصحفيين منعته لهم التصوير عليه. خاطر علاش؟ ما عندناش مشكلة تصور ديزكستري، المنع مش المنع، خاطر انت انا شخصيا حتى اكستريم ما صورتوش، خاطر كي باش تصور انت سامحني، خاطر احنا مبني على خرافه الحكايه، مش دي ستاندارد، فهمت؟ كي تصور انت مثلا واحد يصور نص ساعه، الاخر يصور ربع ساعه والكل، تلقاها مسرحيه كامله على اليوتيوب عندها 10 ايام باللي بدات، تضرني حتى انا، فهمت؟ تلقاها على اليوتيوب، اللي يتفرج فيها على اليوتيوب ما عادش يمشي يتفرج، معناها تتحرق، فهمت؟ تاخذ تصور على الواحد عباد تصور الكل، ما كي باش يصور لك انت ساعتين، هي ساعتين مسرحية ويصور ديجا فما ديزكستري خليني تصور انت ساعتين وتهبط هذه سيرسين كل كانوا بيراتاج معناها كانك انت من بعد تصير لي مشكله انا في الخدمه من بعد الجمهور اللي يجي يتفرج خاطر يلقاها على اليوتيوب متوفر هذاك علاش معناها فماش علاش باش نمنعوا على حاجه اخرى معناها هذاك هو السبب الاساسي معناها. في السيري نتاع العروض قاعد تعرض فيها ثم تغييرات من عرض العرض ولا نفس ال؟ والله الحمد لله لقينا النجاح نتاع الرياكسيون نتاع الببليك ايجابيه، معناها كيما نقولوا شونج با اون كيب كي غاني، معناها مادام عندك انت حاجه الماتير اللي مديتها قاعده تتفاعل مع العباد وقاعده تضحك العباد، فمش علاش تفلسيف باش تبدل الكل. بيان سور كل جمهور وجمهور وكل جمهور وتعرف كيفاش الذائقه نتاعه وتعرف معناها شنو تسير به معناها في سكتشات في الضحك والكل، اما جلوبالمون ماناش قاعدين نبدلوا الساعتين المسرحيه من العرض الاوراني هي بيدها لتو قاعدين نبدلوا. البرسنتاج تاع السكسي نتاعك من الباساج نتاعك في لاباس وموجوديه في العرض هذايا قداش كانت المساهمه نتاعو باش العرض كان ناجح؟ مهمه انا العباد تعرف في التلفزه وتجيك حاجه مهمه ياسر تخدم في التلفزه باش العباد تجي عبد تعرفه معناها مش كيما عبد ما تعرفوش، وزاده لازم ماتير تبدا به خاطر تعرف العباد تجي كان جيت تمد لهم لابورت كوا راه يخرج الجمهور راه يقلق مش كي تبدا يحبوك في التلفزه الكل، كي يجي يلقى ماتير ويلقاك خدمت على ماتير ويلقاك عرقت سلسان باش تمد له وتعدي له معناها حاجه مخدومه بالباهي والكل، مش خساره فيها 20000 و30000 و40000 باش تجي تفرج. هذاك علاش معناها اللي يخلي العباد تضحك وتعمل جو الكل، كان خاطر لقاو اللي الماتير مخدومه بالباهي، لقاو ما فما فما غيش معناها الماتير فما باش يتفرج لمده ساعتين، وما لقاوش معناها اللي الحاجات اللي خادمهم في مول جديه ولا لاباس نعاود فيها، ما كنت عارف في روحي حاجتين خادمهم قبل حاجات خادمهم قبل نعاود فيهم، لقاو لي مسرحيه اخرى وهذا اللي حبينا عليه معناها. ان شاء الله بالتوفيق كريم، برشا خدمه سنه فيك، ان شاء الله ربي معك في العروض القادمه ان شاء الله. عايشك ان شاء الله، مرحبا بكم في كل وقت.